مواقف عفوية في حفلات الفنانين الصيفية. الصيف يعني موسم حفلات الفنانين في كل أنحاء العالم والأبرز في الوطن العربي، وفي كل حفلة بيحصل فيه لحظات عفوية بين الفنان والجمهور، ومنهم صابر الرباعي في حفل في مهرجان ليالي قلعة دمشق لما رحب بصفاء سلطان على أساس إنها أمل عرفة. أمل عرفة سهلة دي. سوري صفاء سلطان. بس صفاء أخذت الموضوع بروح رياضية وكملت الحفل بكل انسجام مع أغاني صابر. ومن الشام لتونس مع لطيفة اللي كان عندها حفل على مسرح كارتاج، واللي فاجأها إرسان سابوا حفل زفافهم وجوم يحضروا الحفل، فما كانش من لطيفة غير إنها تزفهم على طريقتها. لطيفة تخلي، لطيفة تخلي، يا ربي تبارك وتهني، تغريت عليهم ما شاء الله. وفي نفس المهرجان بس في حفلة نصيف زيتون انتشر الفيديو ده لنصيف وهو بيغني لسيدة من حماية الأمن وبيهزر معاها، وهي بسبب جدية عملها ما قدرتش تتجاوب معاه. وفي نفس الحفلة واحدة من الفانز حبت تهدي نصيف هدية بس ما قدرتش توصل له، فاختارت انها ترميها له على المسرح. ومن فرحتها انها وصلت لنصيف نزلت الفيديو على الانستجرام الخاص بيها وكتبت You made my night ممنونك. وهوس الفانز مش حاجة جديدة على الفنانين، فإحدى معجبات هيفاء وهبي ما قدرتش تتمالك أعصابها واقتحمت المسرح عشان تحضن هيفاء في حفلتها في الساحل. وفي مهرجان جرش في الأردن نجوى كرم حبت تدبك مع فرقتها قدام الجمهور الأردني،